هي اوكي مرة واحدة يا حسن. طيب تمام، شوية تركيز بقى، خلاص بدأنا ريكورد. هنبدأ نكمل دلوقتي الفقرة الخاصة بالهيستوري اوف ذا بلندر، تاريخ البلندر ده، مين اللي اخترعه وظهر ازاي. بيقول لي ديد يو نو، هل تعلم او هل تعرف، A Polish American man. Polish American، احنا كنا بنقول بوليش يعني بولندي، وامريكان امريكي، يبقى هل تعرف رجل امريكي بولندي، امريكي بولندي الجنسية يعني، امريكي بولندي جنسية، كولد ستيفن بوبلاويسكي. مين ستيفن بوبلاويسكي؟ قال لي الراجل ده invented، اخترع ذا بلندر in 1922. الراجل ده هو اللي اخترع الخلاط سنة 22. نعم يا حسن، ما تدخلنيش في تاريخ، قول سير، هو ازاي امريكي وبولندي في نفس الوقت؟ حبيبي مجنس يا بابا، باباها جنسية ومامته جنسية عادي. تمام. تمام يا حسن، يبقى did you know a Polish American، يعني رجل أمريكي بولندي، called ستيفن بوبلاويسكي invented the blender، هو اللي اخترع الخلاط ده سنة 22. اخترعه ازاي؟ قال لي he put a sharp blade، حطينا شفرة أو سكينة حامية كده in the bottom of، يعني في قاع، in the bottom of a tall glass، جاب كوباية طويلة كده وحط في البوتوم بتاعها هنا كده، حط الايه، البليد، السكينة أو الشفرة دي، بالظبط نفس فكرة الايه، حلوين، البلندر، نفس فكرة البلندر زي الخلاط اللي عندنا في البيت، نفس فكرة البلندر اللي عندك في البيت اللي هو فيه سكاكين أو بنسميها بليدز تحت دي. طيب وبعدين حط هنا البليد in the bottom of the tall glass when the blade turns، لما كانت الشفرة دي بتدور it chops the food، لما بتلف بتقطع الأكل أو الطعام اللي موجود في الجلاس ده. He added a small motor، زود على الاختراع بتاعه ده small motor، موتور صغير كده عشان يلف الايه، البليدز. The motor turned، يعني شغل او لف the blade، هو اللي كان بيلف الشفرة دي which blended، الشفرة ديت هي اللي كانت بتخلط او بتمزج الفود توجذر، الطعام مع بعضه. He used his new invention، استخدم اختراعه ده to make milk shakes، عشان يعمل مخفوق الحليب. Blenders are also useful in medicine، بيقول لي ان الخلاطات مفيدة ايضا في الميديسين، في مجال الدواء او الطب. For example، على سبيل المثال، دكتور جوناس سالك. مين جوناس سالك ده؟ ده ساينتست، عالم. دكتور سالك was a famous scientist، كان عالم مشهور. In 1953، سنة 53، he used a blender، استخدم الخلاط ده to make a vaccine، عشان يصنع فاكسين، لقاح أو تطعيم. His vaccine has saved millions of lives، الفاكسين اللي عمله أو التطعيم اللي عمله أنقذ حياة ملايين البشر. People won't get sick، الناس مش هتمرض. إمتى؟ If they have a vaccine. الجملة دي طبعا كلها كده مهمة لأنها جملة إف. هي فين يا سير إف؟ إف هنا، هي في النص. طب يا سير، وإف لو جت في النص بعدها المضارع البسيط اللي هو have، if they have، طب جواب الشرط فين؟ اهوت، اللي هي won't get. يعني اقدر اقول الناس مش هتمرض لو اتطعمت. طيب اقولها بطريقة تانية يا سير، لو الناس اتطعمت مش هتمرض. طيب نقولها كده، ها، يبقى people won't get sick if they have a vaccine. طيب يبقى لو قلت if people have vaccine، لو الناس اخذت التطعيم they won't get sick، مش هيمرضوا. Nowadays، هذه الأيام، the blender is a little different from، يعني الخلاط مختلف شوية دلوقتي عن فترة التوينتيز، عن فترة العشرينات اللي هي 1920، 21 لحد 30.
There are blenders. يوجد خلاطات made of مصنوعة من بلاستيك, glass and metal. في خلاطات بلاستيك أو إزاز أو ميتال معدن. Some blenders. بعض الخلاطات can heat بتسخن food الأكل أيضا. بعد كده خلص هو القطعة بتاعته بيسألني ويقول لي do you have a blender at home؟ عندكم خلاط في البيت؟ أقول له آه أو لأ. Do you use your blender a lot or little؟ بتستخدم خلاطك ده كتير ولا شوية؟ هقول له أنا بستخدمه كتير أو a little. What would happen or what would you do؟ كنت هتعمل إيه without your blender in the kitchen؟ لو الخلاط بتاعكم مش في المطبخ كنت هتعمل إيه؟ What would you do without your blender in the kitchen؟ القطعة التانية خلصت الحمد لله. تعالى لي لجملة إف، بقول تاني أهوت، بستخدم إف في الحالة الأولى عشان أتكلم عن أحداث مستقبلية. بستخدم بعد إف مباشرة جملة مضارع بسيط اللي هو عبارة عن مصدر أو مصدر بإس. بستخدم كان في جواب الشرط للتعبير عن القدرة أو الاستطاعة. بستخدم مي للتعبير عن الاحتمالية بمعنى ربما، وده في حالة وجود جملة not sure مش متأكد. فين القاعدة اللي هحفظها يا سير؟ دي كلها استخدامات. قاعدتك اهيت حبيبي، اهيت دي القاعدة. طبعا الناس اللي في السنتر بنكتب لهم الكلام ده وبيتشرع على السبورة مرة واثنين وثلاثة. القاعدة زي ما هي قدام حضرتك. بستخدم اف كأداة شرط، بعدها مضارع بسيط اللي هو مصدر او مصدر باس. اديني مثال يا سير. زي جو او جوز، يبقى اف يو جو. If you go to the club، لو انت رحت النادي، you will see your friends، هتشوف اصحابك. You can see your friends، هتشوف او يمكنك ان ترى اصحابك. You may see your friends، يعني يصير ممكن اقول will او can او may زائد مصدر، ايوه، او will not او can't زائد مصدر، ايوه. طيب لو عندي اف في النص ما فيش مشكلة. هو مين اللي كان جاي بعد اف هنا؟ بعدها مضارع بسيط. وايه اللي جه بعد اف لما راحت في النص؟ مضارع بسيط برضه. يعني انت عايز تقول لي ان اف في الاول او اف في النص اللي لازق فيها اللي فضلها اسمه مضارع بسيط. اه، زي ايه المضارع البسيط؟ زي جو جوز، زي جيت وجيتس، زي بلاي وبلايز، زي ام واز وار، زي هاف وهاز. تمام. طيب والناحية التانية بتبقى يا ويل يا كان يا مي، وبعد دول مصدر. اديني امثلة يا سير. دول الاربع جمل دول حفظ، ليه؟ هم اللي موجودين عندك في القطعة. طب يلا نقولهم نشرحهم اهو. if it is hot tomorrow، لو الجو حر بكرة، I'll tomorrow make a smoothie. I'll make a smoothie، انا هعمل عصير. يبقى اسمها if it is، مش if it will، اسمها if it is. هناك will ومصدر. جملة تانية، people won't get sick، الناس مش هيمرضوا مش هيتعبوا. امتى؟ if they have a vaccine، لو بياخدوا التطعيم. if you arrive early، لو انت بتوصل بدري، you can get a good seat، لو انت جاي بدري اقعد في الكرسي الاولاني براحتك. you can get a good seat، يمكنك الحصول على مقعد جيد. ما تجيليش متأخر وتقول لي أنا عايز أقعد في الأول يا سير. حبيبي أنت جاي متأخر، أقعد في أي مكان فاضي. أه، يبقى if you arrive early you can get a good seat. Dad can take you to school، بابا يقدر ياخدك ويديك المدرسة. If you ask him now، لو بتطلب منه، لو طلبت من بابا دلوقتي يوديك، هيوديك. يبقى if you ask he can take you. تعال نلعب الجملة يا سيدي الأولى. انا عندي حاجه دلوقتي حالا، لسه بعت اللينك. حاضر. الجملة الأولى عندي بقول if I have enough money، لو معايا وانا فلوس. كمان يا if سيدي. I have، if I have I وين؟ I will. number two، if she كم is yes. كم you will. بي will مصدر، يبقى will be. مازن to your party if you don't، اداني if you don't invite him، لو ما عزمتوش مش هيجي. كانت كم يبقى can't come. if I see احمد، لو انا بشوف احمد، I can، اداني كان اهو حلها، هو حلها مصدر على طول. if he، قلنا if و he او she، يبقى is، ستادي يبقى ستادي studies.
نصطاد if we مصدر يا go باشا if we go 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 if you practice لو انت بتتدرب كل يوم you play انا عايز في الناحية التانية بعد you عايز كان او will او may well اهي well will اهي if they arrive their teacher will هو حلها will be مصدر will be will be angry if the weather if it if the weather يعني if it is if it is if it is rainy I'll be happy if my friend I will be happy اداني الإجابة وعايز بعد friend هقول له ايه is comes if you send the letter لو بتبعت الخطاب دلوقتي she it tomorrow if you send اداني if والمضارع يبقى يلزمني هناك will او كان can receive يبقى can receive she can receive it if you if help you help help if you help if she hurries لو هي بتسرع she catch the train ده مديني ار may ومديني كان ومديني may 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 ومديني will مين اللي فيهم صح يا may سير حبيبي ما انا قلت لك انا may عندي انا I'm عندي not عندي sure I am not I'm sure not sure يبقى مي على طول يا أنا باشا وحسن قلنا للسير تمام آخر جملة if you put food in the refrigerator لو بنحط الفود في الثلاجة it will say say مصدر say it will مصدر it will مصدر يبقى if مضارع will ومصدر كان ومصدر مي ومصدر تعالى if it is hot tomorrow I can I can can هي عايزة تفكير ولا ايه؟ ها people want to get if they have have if my friends visit we will play مصدر play play if I have I do can 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 make I can make if you مصدر hang you مصدر hang انما لو هي hang اس لو هي hang او شي اس انما يو مصدر اف سامح اهي doesn't دازنت doesn't دازنت تمام بنفس الطريقه بقيه الاكسرسايز قبل ما اروح الاكسرسايز لازم اقفل معاك بالسؤال ده بس هقفل معاك بالسؤال ده بس الصور ده هي ليه الصور يا سير هو بيجي لي صور لا عشان عايزك تحفظ الخمس افعال دول بكلماتهم دول يتحفظوا باسمائهم دو بوش اب هو فين اللي دو بوش اب يا سير اهو إيه اهو إيه تمارين ضغط سواب كوميك بوكس بيبدلوا الكتب مع بعض إيه بلاي تشيس دي دي ايه دي واتش كارتونز بي 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 بلاي ذا فايلين سي 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 اظن الدنيا حلوه كده ليسون 1 و 2 خلصوا سيادتك هتحل عليهم الاكسرسايز دي ما انساش برضو عشان الناس ما تتوشي وتقول لي احنا ما حليناش اللي احنا حليناه مع بعض دي اكسرسايز المهمة على الدرس الاول